أمرت محكمة جزائرية بحبس رجل الأعمال محي الدين طحقوت والمقرب من رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، كما أمرت المحكمة بحبس نجل رجل الأعمال وشقيقه على خلفية قضايا فساد. يأتي هذا في وقت تحقق فيه النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل بوتفليقة.